فضيلة الشيخ وفقكم الله، نشر بالأمس في جريدة الرياض أن امرأةً ويقال لها داعية إسلامية سوف تقوم بإمامة النساء والخطبة بهم يوم الجمعة بزعم تحرير المرأة المسلمة، وقد لاقت هذه المقولة قبول من بعض الجهال خارج هذه البلاد خاصة، فما هو الرأي في هذا؟ وهل هناك أحد من أئمة الفقه قال بجواز إمامة المرأة للنساء وللرجال معا؟ هذا كله من الكذب والتدجيل على الناس، ولا أعلم أحدا قال بأن المرأة تأم الرجال. أما المرأة تأم النساء، نعم هذا ورد في السنة أن أم ورقة كانت تأم أهل دارها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة تأم النساء، أما الرجال فلم يرد أن المرأة تأمهم، وإنما تكون خلف الرجل، ولو كانت واحدة تكون خلف الصف، ولو هي واحدة تصلي خلف الصف، فإذا كانت لا تقف في الصف فكيف تكون أمام الصف؟ كيف تكون؟ هذا كله من الكذب والافتراء. نعم.